السلام عليكم أزول فلاوين، معكم فوبوس. في هذا الفيديو بإذن الله رح يكون ملف كامل حول جريمة شنعاء للشهيد جمال بن إسماعيل. صور وفيديوهات ومعلومات وحقائق لكل المتورطين بإذن الله في هذه الجريمة، من صور وفيديوهات للقتلة إن شاء الله تكون دليل يستخدموها في التحقيقات باش القانون يطبق. ونتمنى أن تكون هذه المرة الجزائر ليس فقط كدولة إسلامية وإنما كدولة إن كان فيها إنسان يطبق القصاص، أي كل القتلة يتم في ساحة عامة أمام مرء الجميع بتصوير الإعلام بمعاقبتهم بالقصاص. ثاني شيء رح نتحدث على إعلام العار بعض قنوات مثل أوراس الحياة والبلاد إذا كانت متورطة هي أيضا في هذه الجريمة، وأنه لابد التحقيق معهم، وكذلك أعضاء من منظمة الماك التي هي أيضا دخيلة في هذه الجريمة، وبعد ذلك تعقيب على خطاب الرئيس تبون. لنبدأ على بركة الله. قناة الأوراس قامت بتصوير روبورتاج فيه 10 دقائق للشهيد رحمة الله عليه. في هذا الروبورتاج لاحظت هذا المقطع. وسمح لنا بابنا هنا راهو نخدموا انت تبعنا من اللور. خوتي في حياتي ما شفتوش شو صار هنايا. وسمح لنا بابنا هنا راهو نخدموا انت تبعنا من اللور. خوتي في حياتي ما شفتوش شو صار هنايا. في هذا المقطع يقول له تبع معنا وخليك تشوف الأعمال اللي راح نديروها. بهذا نفهموا أنه كان تغطية إعلامية من قناة الأوراس لهذا الحادث. وكما سألتكم يعني تساؤل لابد أن يكون في التحقيق، هل القناة قامت بهذه التغطية قبل الجريمة صدفة ليكون في هذا الفيديو دليل على شخصين اللي راح نشوفوهم في فيديو القتل، اللي هما ما غيروش مامبا التريكوات تاعهم قشهم وما غيروش، واكثر من مجرم راح نشوفوا انه طلع بعد ذلك بفيديو ويبرأ في نفسه، لكن تريكواتهم ما بدلهمش وراح نحطوهم في هذا لا فيديو. ايوا وهضروا عليا باللي انا كنت نحرق. انا نسكن هنايا، هاليك كارتي تاعنا وهنايا. قال لك كنت نحرق، معليش انا كنت نطفي في النار. الحمد لله. بارابور واش صار البارح، بارابور واش راهي سيركولي سور سور لي ريزو سوسيو سورتو كالك باج، كاين واحد اون فوتو ان سيلفي، هو في الحقيقه ماشي ان سيلفي. وكذلك كاين اللي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، واحد ما غيرش مامبا تريكو تاعو وحضر في الجنازة تاع الشهيد رحمة الله عليه. إذا هذا المقطع يقول فيه تبعونا، هنا تساؤل كل طاقم الأوراس واللي راحوا داروا الروبورتاج والقناة لابد من التحقيق معهم. هذا لا يعني أنهم مجرمين، لكن لابد من التحقيق باش نجبدوا منهم إذا كان ممكن معلومات. هل هي صدفة قمتم بالروبورتاج؟ لأنه شفت أنه طلعوا قال لك العديد والعديد من مختلف المناطق لمساعدة إخواننا في تيزي وزو. علاه كان جمال رحمة الله عليه والشخص الآخر اللي هو أيضا مشتبه به، وشخص آخر يظهر اللي هو قام بقتل 2 اللي كانوا من المفروض معه في الروبورتاج وطلعوا باش يعاونوا معاه، راح نشوفوا أنهم في الفيديو واحد فيهم قاعد يقتل فيه. بالنسبة للفيديو اللي حاطته البارح بعض صور القتلة، الصورة الأولى المقطع نشوفوه واحد قالوا اس عيط له الموس وهو يخزر فيه ويدير هك ويتقدم، وبالتالي فهي جريمة متسلسلة من عصابة متكاملة مدبر لها. كذلك كاين هذو اللي طلعوا ويبروا في أنفسهم وما غيروش ملابسهم يجيبوهم ويتم التحقيق معاهم. كاين ثانيك اللي أخذ السيلفي وصور. كاين شيطانة ظهرت، نخليكم تشوفوا الفيديو. خوا 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 وارتقوا.
ازيكو التحرك في لابلاصه بلا رمضان في لارشيتيك دو لا ريفوليسيون في لارشيتيك دو لا ريفوليسيون. هذا الشيطانة اللي صورت الجثة بعد الحريق تاعها وتقول احنا عرب احنا عرب وانتم قبائل، بعثوا لي هذه الصورة انها هي ايضا من منظمة المايك مع القاتل الاول. هذو اثنين لازم يتجبدوا. لماذا قالت في الفيديو احنا العرب وانتم القبائل اذا لم يكن مدبر من اجل دائما الفتنة؟ هي كذلك لابد من ايقافها والبحث عليها. إعلام العار قناة البلاد والحياة لما قاموا بالتغطية مع والد المرحوم، والد المرحوم ما عرضوش كامل كلامه قصوه. الحمد لله كانوا كاينين ولاد الحلال وصوروا بالبورتابل تاعهم كامل الحديث تاعه. هذا المقطع من حديث والد المرحوم. قالت له ماما تروح خش ورا رايح، قالها عندي صحابي في الدشرة نروح نعزيهم ونوقف معاهم. قال فيه راهو قال له يا بابا راني طالع عندي اصحابي ثماك تحرقوا بيوتهم وماتوا عائلاتهم نعزيهم، وبالتالي لابد نجبدوا احنا كامل هذو اصحابه اللي راح على اساس هو يعزي فيهم او يعاونهم. وكذلك كاين واحد كان يقتل فيه تظهر صوره كان معاه قبل في لابلاج في البحر، بمعنى كل اصحاب المرحوم اللي يعرفهم حتى قبل هذه الحادثه كامل يتجبدوا وكامل يتم التحقيق معهم. من واحد بعظمة لسانه يعترف بأنه قام بالحرائق. السيد ما قتلناش بوريا، السيد حتى اللي حكمنا عنده لي بروف بادرنا هادشي والدولة راهي حاضرة معنا. كذلك هذه صورة من فتح الباب على الشهيد جمال. بالنسبة الآن لعبد المجيد تبون الخطاب تاعه، هذا المقطع اللي تحدث فيه عن الشهيد جمال. عدالة هي اللي غادي تظهر الحقيقة في الشاب اللي اغتيل في الأربعين نتيرة. في المقطع نلاحظوا قال عنه القتيل ما قالش عنه الشهيد، يعني أنت إذا كنت جيت مسلم أو كنت جيت متعلم تقول عليه الشهيد. وثاني شيء نترحم على الأموات، بمعنى من الأجر تقول الشهيد جمال بن إسماعيل رحمة الله عليه، أو حتى إذا قلت الشاب تقول رحمة الله عليه. رئيس دولة لا يترحم على شهيد بلادنا وعلى قتيل رحمة الله عليه. من الأجدر لك في خطابك أن تتعلم أو يعلموك أو يدربوك في الكلام المكتوب في الورقة لتحفظه أنك تترحم على الأموات وتنطقي كلماتك، لأن خطابك كان فارغ لا معنى له بتاتا. هذا الفيديو ما هوش موجه لك أنت، وإنما ليكون ملف بإذن الله عن الحقائق. مثل الدول الأوروبية والأمريكية لما يسرى جريمة تعود قضية رأي عام، بمعنى التحقيق المحاكمة والعقاب، يكون كل الشعب وعامة الناس عمبلها به وكاين تغطية كبيرة عليه. إذا ما نحبوش احنا روح الشهيد المزهوقة. وكذلك هذا العمل لا يعني فقط أنه خسرنا شهيد وخسرنا مواطن جزائري، وإنما فيه زرع فتنة لكل الوطن الجزائري، وبالتالي لابد من محاسبتهم ومعاقبتهم بالقصاص أمام ملأ الناس في الساحة العامة. إن شاء الله هذا الفيديو يكون فيه مقاطع يا إخواني لتساعدهم في التحقيق ويجبدوا كامل المجرمين. نتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو، ونعطيكم أنا كل الحرية. إذا أي واحد عنده قناة يوتيوب وحاب يحطه في القناة تاعه تقدروا تحطوا لفيديو عادي جدا، ما كان حتى مشكل. بالنسبة الآن للناس يقولوا هذا الفعل يمثل كل منطقة القبائل، نخلي لكم مقطع هذا الفيديو. هم اللي الناس يتزوجوا ها ها لا ريسبسيون ها ربي يحفظك ولا غير فطرنا تعيش هذيك لا ريسبسيون خوتي ها ربي يحفظك ولا غير فطرنا تعيش حنوني ربي يحفظك هم اللي خوتي ها باش تشوفوا ها باش تعرفوا برك واش كاين واش ما كاينش انا ورانا سمع هذه في الدخله برك. هذا الفعل لا يمثل ابدا منطقة القبائل، كما تشوفوا طلعوا كثير من اخواننا عرب شاوية من مختلف المناطق ولقوا احسن ترحيب، لانه كامل جزائريين وكامل يد واحدة وكامل لازم باذن الله نفوتوا ازمة الحرائق الحقيقية وحرائق نار الفتنة، وبالتالي نجيبوا حقوق خونا الشهيد جمال رحمة الله عليه. وباذن الله
تفوت هذا الأزمة، لأنه اختبار من المولى عز وجل، والحمد لله لازم نثبت الوحدة تاعنا، التوحد تاعنا، والتعاون تاعنا، ورب يحفظ بلادنا وشعبها. كان معكم فوبوس، سلام. هنايا الكلمة الأخيرة واللي نعاود نقولها، القبائل خاوتنا، ما ناش نحوصوا على فتنة.